عسلامة، مرحبا بكم في الحلقة الجديدة هذه. اليوم في المنيو عندنا مقرونة عربي، سوابع بالكروفيت وكباب. اللي باش نعملوه اليوم هو الكباب. الكباب هذايا يستحق لحم، بصل، معدنوس وعظم، دونك زيت زيتونة ولفاحات، شوية فلفل أكحل وملح، وشطر مغرفة كركم باش يعطي كل لون، ما يزموش أصفر ياسر وما يزموش يكون أبيض ياسر زاد. دونك نبداو بالبصل. البصل باش نحطو منه شويه في المرقه وباش نخليو منه لمن بعد خاطر باش نزينو به هو والمعدنوس. نصبو زيت زيتونه فوالا، لازمها تجي مرقة باذرة شوية على خاطر باش من بعد ناخذوا منها شوية ونقليو فيها العظم. دونك نشعلو تقلى شوية البصل، بيان سور ما تنساوش اللي باش تلقاونا على السيت www.safi.tn وإلا على الباج فيسبوك صافي ما بنك يا بلادي، وتسألوا سؤالاتكم، سورتو نحب برشا سؤالات، أنا حاضر باش نجاوب عليهم. راه دونك باش نحطوا اللحم، كيما تشوفوا اللحم قصيناه مش كبير ياسر، يجي هكا طريفة صغار باش يتيب فيسع ويبدا منظرو حلو في الصحن نتاعنا. دونك نصب اللحم يتخلى مع البصل والزيت. الفرق ما بين الكباب والقلايه، الكباب يجيب اللحم هكا هاو، القلايه نجمو نحطو فيها كبده وقلب ونزينوها كيما الكباب، اما تجي فيها الكبده والقلب وتجي من غير بصل من الاول. هاكا ديما نزيدكم حويجة. نخليهم يتقليوا كيكا باش نفوحوا توا. شويه ملح. شويه فلفل أكحل. وتريف كركم. هما اون بلوس دو سارة والكركم يقولوا عليه نفع برشا للبدن. هذاك علاش انا كل مرة نزرف شوية في المقا نتاعي. سي بون، حطيت انا الكركم. هاكا باش نخليوه توا يتقلب القدام على اللفاحات الكل. فوالا، توا نمرقو شويه بالماء. وباش نخليو اللحم يطيب في عقلو. توا الكباب طاب. ريتو كيفاش الصوص نتاعو خاثره شويه. تعرف علاش؟ خاطر الكركم. الكركم في حكمة أنه يخفر للصوص الكل. دونك باش ناخذو دلوش متاع الصوص هذية اللي هي الكباب من غير الحم بطبيعة، باش نحطوهم في القلاية وباش نفقصوا العظم فيهم. ميم أن بو بلوس كو دو، هاو باش نحط دو ودمي مثلا. فوالا، دونك نطفيو على هذا، نشعلوا الغاز باش نفقصوا فيه هذايا العظم. دونك باش نقصوا شويه، ناخذ العظم
فوالا ديما نقصوا باش الابيض يطيب والاصفر يقعد مراوب شوي. دونك حطينا العظم توا باش نفرغوا الكباب في الصحن. هذايا هو الكباب فوالا. نستناو شوية العظم يكمل يطيب. ديما ما تنساوش باش على السيت نتاعنا تسألوني سؤالاتكم بيان سور، على خاطرنا ديما حاضرة ونستنى فيكم. سوايي نومبرو سورتو. فوالا دونك العظم سي بون باش نزينوه. هذا العظم احضر توا باش نزينو بالبصل والمعدنوس. هلا احنا توينسا معروفين ناكلوا بالعين قبل راهو، دونك لازم حاجة ديما البريزونطاسيون تاعها حلوة باش تكون عندنا الشاهية باش ناكلوها. هذا البصل ناخذوا شوية معدنوس كيف كيف نذروها هكايا فوق البصل. دونك هذا هو الكباب احضر ان شاء الله فيه الشفاء وشهيه طيبه. وما تنساوش غدوه سور لو ميم سيت www.safi.tn ولا على الباج فيسبوك صافي ما بنك يا بلادي. باي باي.